السلام عليكم بالعباس طاهر. اليوم تنقلنا رانا مع الزملاء في الجزائر العاصمه من اجل التضامن مع الزميل والاخ عبد القادر خربه اللي راه رايح يتحاكم غدا يوم 26 افريل في محكمه عبد الرضان وراه في اضراب على الطعام. احنا ندعو البطالين خاصه وكل المناضلين والشرفاء في الجزائر للتضامن مع اضعف الفئات الاجتماعيه البطالين من اجل وقف هذه السياسه المشينه من طرف هذه الاداره اللي لا تدخر شيئا باش تحولنا من اصحاب حق المجرمين. وهذه مش المحاكمة الأولى، هذا مسلسل في المحاكمات من القمع الممنهج إلى السجن النافذ للدفع بالانتحار. هذه بمثابة حرب معلنة بالنسبة لنا احنا البطالين. رانا ندعو كافة الشرفاء والأحرار في الجزائر للتضامن معنا ولتلبية الدعوة للوقفة الاحتجاجية في عبار رمضان يوم 26 يوم الخميس 26 أفريل غدا إن شاء الله. السلام عليكم.